وانطلاق الشوط الثاني، انطلاق الشوط الثاني ومباغتة، مباغتة من بسام كادي باغت الحارس حمزة جندوبي، ممتازة من بسام الحميدي كادي باغت الحارس، طويلة وعالية في اتجاه خليل قسلو حسام، طويلة وجانبية جانبية الكرة، كاد اللاعب حسام من يسجل الهدف الثاني الثالث عفوا لفاية المسير، ترجع مباشرة في اتجاه الحارس إلى مصطفى الضاوي، مصطفى الضاوي طويلة ترجع مباشرة مكرم، مكرم حسناوي إلى حسام، حسام وجانبية جانبية الكرة، جانبية الكرة هذه من حسام، حسام كشرودي ترجع إلى الحارس حمزة، ترجع من فتحي إلى مكرم، مكرم يراوغ وضيع الكرة على العارضة، على العارضة على القائم الأيسر للحارس حمزة الجندوبي، كاد يكون الهدف الثالث، ترجع مباشرة عفوا، ترجع مباشرة في التماس، تماس لفائدة جبل الرصاص، ينفذ الكرة هذه ترجع لوليد، وليد المحمودي، وليد المحمودي حاول المراوغة توزع وجانبية، جانبية لمرمى الحارس ياسين البرنس، ياسين الفرشيشي شهرة البرنس، البرنس عنده كرة، كرة مباشرة إلى مجدي، مجدي عالية منه في اتجاه صالح، صالح تخرج له، صالح تخرج له كرة هذه تمشي تماس، تماس لفائدة جبل الرصاص، تماس لفائدة جبل الرصاص في تنفيذ مصطفى الضاوي، مصطفى الضاوي عنده الكرة، مصطفى الضاوي يبحث عن زميل تليق عالية، ترجع من الدفاع من صالح إلى تماس، تماس من جديد، تماس من جديد لفائدة مصطفى الضاوي، وترجع من جديد إلى مصطفى الضاوي وما زالت الكرة، فما لمسة يد، لمسة يد يقول الحكم لفائدة المسيور، لمسة يد لفائدة المسيور، ترجع الكرة مباشرة إلى اللاعب بسام، بسام عالية، عالية ترجع إلى مكرم، مكرم يحاول المراوغة، مكرم وجه لوجه وجانبية، جانبية كاد يكون الهدف الثالث، تتعكس الهجوم، تمشي خليل، خليل يعكس الهجوم يفوت وسط الميدان، يبحث عن زميل طريقي مدى إلى اللاعب محرز، محرز إلى خليل والحارس البرنس، الحارس البرنس يتألق من جديد ويفسخ هدف محقق. ممتاز جدا يتعكس الهجوم، مجدي 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 وضيع في يد الحارس حمزه الجندوبي، حمزه الجندوبي كذلك حارس متميز ومتميز جدا، ترجع مباشره من خليل، خليل يتعكس الهجوم، ممتازه من محمد الغريري، وفما خطا، خطا وفما خطا لفائده جبل الرصاص، خطا لفائده جبل الرصاص، يزفروا الحكم، خطا قريب من منطقه العمليات، خطأ قريب من منطقة العمليات لفائدة جبل الرصاص في تنفيذ كل من بل وليد المحمودي قائد الفريق، قائد الفريق وليد محمودي، وليد المحمودي في تنفيذ أمام جدار الصد مباشرة إلى فتحي والحارس يتألق، ممتاز جدا ياسين البرنس، كانت تصويبة ممتازة جدا من فتحي العباسي والبرنس يتألق، يتألق البرنس، ترجع مباشرة إلى خليل، خليل خليل يراو خليل، خليل يصاوب من بعيد وتمشي ضايعة ضربة مرمى، ضايعة ضربة مرمى لفائدة لمسيو، ضايعة الكرة تمشي ضربة مرمى لفائدة لمسيو، طويلة وعالية، عالية مباشرة إلى تفوت وسط الميدان، تتقص الكرة هذه إلى مكرم، مكرم إلى ضايعة من جديد فتحي، فتحي العباسي يعكس الهجوم، فتحي تتقص له الكرة، تتقص له الكرة هذه من مكرم الحسناوي، يبحث على بسام قوية ضايعة، ضايعة كاد يكون، كاد يكون الهدف الرابع، تمشي عالية، عفوا الهدف الثالث، النتيجة هدفين مقابل هدف، نتيجة هدفين مقابل هدف لفريق لمسي، ترجع إلى وليد، وليد وليد إلى عم فتحي، فتحي فتحي مباشرة تقص له الكرة هذه، ترجع إلى مجدي، الكرة عند أيمن قماتي، أيمن قماتي تقص من بسام الحميدي إلى مكرم، مكرم إلى عم فتحي، فتحي عنده الكرة مباشرة إلى صالح، صالح صالح يرجع إلى مكرم، مكرم حسناوي إلى فتحي وركنية، ركنية ركنية ركنية، على ما يبدو، على ما يبدو ركنية،
قائد الفريق فتحي بن فرحان فتحي رباحي على أرضية الميدان ويقوم لباس ويعطيه الحكم انذار للتمويه يعطيه الحكم ورقة صفراء للتمويه ترجع مباشرة تفوت وسط الميدان إلى اللاعب أيمن قماتي وكرة تماس وفما لاعب على أرضية الميدان ترجع يقوم لباس أيمن قماتي يتعكس الهجوم لفائدة مكرم الحسناوي مكرم الحسناوي يبحث عن زميل تاليق والحارس حمزة الجندوبي يتألق ويعكس الهجوم تمشي إلى أيمن قماتي أيمن طويلة وعالية تتقسم الدفاع مباشرة في اتجاه وليد المحمودي ويخلط عليها مجدي وترجع إلى مصطفى إلى خليل إلى قماتي أيمن مباشرة ضايعة في التماس لفائدة تمسيو فما تغيير دخول سفيان دخول اللاعب سفيان مكان فتحي الرباحي طويلة مباشرة عالية ترجع من فتحي الآخر العباسي ما زالت الكرة عند خليل إلى أيمن قماتي يبحث عن زميل تاريخ تتقص الكرة هذه تفوت وسط الميدان ترجع إلى أيمن قماتي إلى أيمن المرغني إلى فتحي العباسي تقص الهجوم من مكرم وضايعة وبعيدة الكرة هذه تمشي ضربة مرمى لفريق جبل الرصاص في التنفيذ الحارس حمزة الجندوبي طويلة مباشرة تقص الكرة هذه في اتجاه اللاعب مكرم يراوغ يبحث عن زميل تليق ويقصها له محمد غريري يقص الكرة هذه وتتقص له من جديد وجانبية من سفيان يفتك منه سفيان الكرة لكن ضايعة يتعكس الهجوم تمشي مباشرة إلى وليد محمودي ماذا يفعل وليد يبحث عن زميل تليق يمدها إلى أيمن قماتي عنده كرة يبحث عن زميل إلى محرز بل أيمن الآخر إلى محمد غريري وفما خطأ لفائدة جبل الرصاص فما خطأ في تنفيذ اللاعب أيمن قماتي في تنفيذ ضربة الخطأ أيمن قماتي رجع الكرة هذه تمشي مباشرة إلى اللاعب أيمن إلى خليل وفما تماس لفائدة المجدي عنده الكرة صاحب الهدف الثاني طويلة وعالية ترجع من فتحي العباسي ويقصر سفيان في التماس لفائدة جبل الرصاص في التنفيذ اللاعب فتحي يبحث عن مباشرة الحارس البرنس تفوت وسط الميدان ترجع من محمد إلى خليل المصباحي وفما خطأ لفائدة جبل الرصاص واللاعب أيمن المرغني فما خطأ لفائدة جبل الرصاص في وسط الميدان في التنفيذ أيمن قماتي في التنفيذ يمد مباشرة إلى فتح العباسي يبحث عن زميل تاليق مد كرة لخليل المصباحي عنده كرة خليل المصباحي ضايعة ضربة تماس في التنفيذ اللاعب مجدي في تنفيذ ضربة التماس ينفذ طويلة إلى صالح تضيع عليه الكرة هذه ترجع مباشرة إلى حسام يتفوت وسط الميدان إلى بسام وفما ضربة تماس لفائدة المسيو في التنفيذ بسام الحميدي يبحث عن زميل تاليقة طويلة وعالية في اتجاه سفيان يخوها بالرأس إلى الحارس حمزة الجندوبي إلى فتح العباسي طويلة تفوت وسط الميدان ترجع من حسين ضربة تماس لفائدة جبل الرصاص في التنفيذ وليد المحمودي
وليد المحمودي الى محمد الغرايري وجانبيه جانبيه لمرمى الحارس الفرشيشي الحارس ياسين البرنس. ضربة مرمى في التنفيذ مجدي، مجدي الحميدي طويلة وعالية تفوت وسط الميدان وتمشي ضايعة إلى الحارس حمزة. مباشرة أيمن قماتي، أيمن قماتي مخطئة منه إلى حسام، حسام يعكس الهجوم وتضيع الكرة على سفيان تمشي ضربة تماس. تماس اللي فاتت جبل الرصاص ترجع مباشرة إلى فتحي. فتحي عباسي إلى أيمن، أيمن أيمن ترجع الكرة معاكسة متخصل الهجوم. هجوم معاكس لفريق لمسي. ما زالت الكرة مباشرة في وسط الميدان وفما خطأ، خطأ يعلن عليه الحكم. خطأ في وسط الميدان يعلن عليه الحكم لفائدة لمسي وفائدة اللاعب مكرم الحسناوي. مكرم الحسناوي تمشي من في التنفيذ. مكرم، مكرم الحسناوي. مكرم مباشرة إلى حسام طويلة وعالية ترجع لسفيان و فما خطأ، فما خطأ يصفر الحكم، فما خطأ يصفر الحكم لفائدة سفيان، فما خطأ يصفر الحكم لفائدة سفيان. سفيان 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 في التنفيذ، في التنفيذ سفيان يتنفذ الخطأ هذا في التنفيذ. نفذ سفيان ومحاولة تسويب ترجع من الدفاع. محمد الغرايري ممتازة منه. محمد الغرايري طويلة يبحث عن زميل تهليق وضايعة الكرة، ضايعة ضايعة مباشرة في التماس. تماس لفائدة لاعب مجدي، مجدي حميدي، مجدي مجدي طويلة وعالية منه الكرة ترجع إلى مكرم. مكرم يروض الكرة مخطئة منه ترجع من حسام وفما خطأ، فما خطأ ضد حسام، فما خطأ ضد حسام الكشرودي في وسط الميدان لفائدة جبل الرصاص. طويلة وعالية ترجع للدفاع مرة أولى البحث عن زميل وتماس، تمشي تماس، تماس لفائدة إعادة التنفيذ. الحكم يعلن إعادة التنفيذ ينبه على اللاعبين. احترام قوانين اللعبة والتنفيذ من مكانها. نفذ الكرة من مكانها أيمن قماتي مباشرة إلى فتحي العباسي. فتحي العباسي عنده الكرة وسط الميدان تتقص الكرة هذه ما زالت عند جبل الرصاص تمشي كرة خليل، خليل المصباحي وتماس، تماس لفائدة جبل الرصاص. التنفيذ أيمن مرغني خليها إلى خليل، خليل إلى أيمن، أيمن مرغني عنده كرة محاولة التصويب بعيدة عالية وبعيدة ضربة مرمى لفائدة الحارس ياسين، ياسين الفرشيشي الحارس المتألق لامسي ياسين الفرشيشي. تتنفذ من بسام تفوت وسط الميدان ترجع من خليل إلى فتحي تضيع عليه الكرة. مكرم عنده الكرة لفائدة امسي يحاول مراوغة قصيل وفتحي العباسي يعكس الهجوم إلى محرز ضايع، ضايع الكرة، ضايع تمشي تماس، تماس في التنفيذ محرز، محرز محرز جحروش تمشي إلى أيمن قماتي تتقص الكرة هذه. مكرم مباشرة في اتجاه بسام، بسام يعكس الهجوم وحاول رفع الكرة بالحارس وضايع. كاد يكون الهدف الثالث لفريق أمسي يرفع كرة بالحارس لكن جانبية بقليل لمرمى الحارس حمزة جندوبي. كاد يكون الهدف الثالث، تبقى النتيجة هدفين مقابل هدف في هذا الدور النصف النهائي. وفما خطأ، خطأ لفائدة خليل المصباحي، خطأ لفائدة خليل المصباحي في التنفيذ. اللاعب أيمن قماتي رقم 14، أيمن قماتي يبحث عن زميل تاريخ. أيمن قماتي تفول الكرة وسط الميدان إلى منطقة العمليات وترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع. فما احتجاج على ضربة جزاء مش موجودة في نظر الحكم وتمشي كرة إلى خليل، خليل المصباحي يراوغ على الجهة اليسرى. خليل يبحث عن زميل تاليق وترجع له الكرة هذه. خليل المصباحي مراوغة ممتازة من خليل المصباحي والتوزيع تمشي ضربة تماس، تمشي ضربة تماس، تمشي ضربة تماس. واحتجاجات من فريق جبل الرصاص، احتجاجات متواصلة، احتجاجات متواصلة. فما احتجاجات متواصلة
في التنفيذ اللاعب هناك خطأ في التنفيذ. والحكم ينبه على اللاعبين ثم تنبيه على اللاعبين. ثم تنفيذ. وترجع المقابلة، تعود المقابلة مباشرة إلى حمزة الحارس إلى اللاعب محرز. وفما خطأ لفائدة جبل الرصاص، خطأ لفائدة جبل الرصاص. والتنفيذ أحمد العباسي، لا بل فتحي العباسي في تنفيذ ضربة الخطأ لفائدة جبل الرصاص. دايماً أقماتي دايماً إلى فتح طويلة. ثم ضربة خطأ بعد لمس كرة باليد خارج مناطق العمليات. يزفروا الحكم مخالفة لفائدة جبل الرصاص في التنفيذ. دايماً قماتي عنده كرة في التنفيذ. دايماً قماتي إلى فتحي العباسي وجانبية. وفما تغيير لفائدة فريق منوبة، خروج اللاعب حسام الكرشيدي، الكشرودي يخرج ويدخل اللاعب فتحي الرباحي. تمشي كرة عالية في اتجاه مكرم الحسناوي، عنده كرة وتمشي كرة إلى تماس لفائدة فريق تمسيو. رجع من مكرم الحسناوي، رباحي عنده كرة وفما خطأ من سفيان. تتلعب بسرعة الكرة وترجع، هذه ما زلت في وسط الميدان. وفما خطأ لفائدة المسيو. خطأ لفائدة المسيو بتنفيذ لاعب مكرم الحسناوي في تنفيذ الخطأ. ورقة صفراء وإنذار للاعب محمد الغرايري. إنذار لمحمد الغرايري. ثم إنذار ورقة صفراء للغرايري. ترجع مباشرة مكرمة طويلة، والدفاع يتصدى مباشرة في اتجاه اللاعب فتحي العباسي. وتماس لفائدة تمسيو. تمشي الكرة هذه من مجدي عالية، تفوت وسط الميدان وجانبية، والكرة عند الحارس. تمشي ضربة مرمى في تنفيذ الحارس حمزة الجندوبي. الكرة إلى أيمن القماتي، طويلة عالية وترجع إلى الحارس البرنس في وسط الميدان. تتقص الكرة هذه، تمشي مباشرة محمد غرايري، ضايع الكرة هذه من بسام، يعكس الهجوم إلى مكرم عنده كرة، مكرم والحارس يتألق، الحارس حمزة الجندوبي يتألق. تمشي مباشرة إلى مكرم الحسناوي. فما تغيير دخول وليد المحمودي مكان محمد الغرايري. تغيير، تتنفذ الكرة في اتجاه بسام وتصطدم بخليل، تصطدم بالدفاع وتخرج ضربة تماس لفائدة المسيو.
تلميس لفائدة MCU في التنفيذ. اللاعب مكرم الحسناوي، مكرم الحسناوي ينفذ مباشرة إلى بسام، عالية عالية وبعيدة الكرة على مرمى الحارس حمزة الجندوبي، بعيدة الكرة تمشي مباشرة حمزة الجندوبي، الحارس حمزة الجندوبي، حارس حمزة الجندوبي عالية وتفوت وسط الميدان، ترجع مباشرة إلى مصطفى، مصطفى عنده الكرة إلى فتح العباسي، وفما خطأ، فما خطأ وفما مخالفة، فما خطأ ومخالفة، فما خطأ ومخالفة، مخالفة لفائدة جبل الرصاص، خطأ لفائدة جبل الرصاص، خطأ لفائدة جبل الرصاص، خطأ قريب من منطقة العمليات لفائدة جبل الرصاص، مخالفة، مخالفة لفائدة جبل الرصاص قريبة من منطقة العمليات في التنفيذ. وليد المحمودي، وليد المحمودي في تنفيذ هذا الخطأ، في تنفيذ هذا الخطأ وليد المحمودي، وليد المحمودي واللاعب مصطفى مباشرة ضايعة، ضايعة من خليل، ضايعة من خليل، تمشي تماس، تماس لفائدة جبل الرصاص. خليل المصباحي في تنفيذ التماس إلى فتحي العباسي، فتحي العباسي عالية، فتح العباسي عالية منه الكرة وتمشي ضايعة ضربة مرمى في تنفيذ الحارس ياسين، ياسين الفرشيشي البرنس، ياسين الفرشيشي في التنفيذ المجدي، مجدي نفذ طويلة وعالية تفوت وسط الميدان، ترجع من خليل، خليل المصباحي ما زلت عنده كرة، يبحث عن زميل إلى وليد المحمودي، وليد المحمودي تمشي إلى محرز، محرز مباشرة في اتجاه مصطفى، مصطفى الضاو، مصطفى الضاوي، وفما خطأ، فما خطأ يزفروا الحكم لفائدة جبل الرصاص ومصطفى الضاوي، مصطفى الضاوي فما خطأ في يعلن الحكم في التنفيذ. اللاعب قائد الفريق هيمن المحرز، محرز في التنفيذ، في تنفيذ الخطأ، الحكم يعطي شرط التنفيذ، التنفيذ محرز طويلة منه في اتجاه مصطفى الضي علي، الضي علي ويتقص الهجوم، ترجع إلى وليد محمودي، وليد محمودي فتح العباسي عنده الكرة، وفما خطأ آخر، فما خطأ آخر لفائدة فريق جبل الرصاص، خطأ قريب من مناطق العمليات لفائدة، وإنذار، إنذار من بسام، إنذار لبسام الحميدي، بسام الحميدي يتلقى إنذار، ورقة صفراء، إنذار بسام. فما مخالفة قريبة لمرمى الحارس ياسين الفرشيشي، مخالفة قريبة في التنفيذ كل من أيمن القماتي، أيمن القماتي باش ينفذ المخالفة، محركة وسط مناطق الجزاء، ممتازة الكرة، أيمن يمد الكرة إلى محرز وترجع تتقص الكرة، هذه من الدفاع ويمشي عكس الهجوم من بسام، بسام يعكس الهجوم، يبحث عن زميل طريق خروج الحارس، يخرج بامتياز الحارس حمزة الجندوبي، تمشي تماس، تماس لفائدة المسيو، يفسخ الحارس هدف، تمشي كرة من بسام، بسام مباشرة إلى لاعب سفيان، وركنية جديدة، ركنية من جديد لفائدة المسيو. اقتربنا من نهاية المقابلة، والنتيجة دائما هدفين مقابل هدف، هي نفس نتيجة الهدف الأول، الشوط الأول عفوا، طويلة وعالية ترجع من الدفاع مرة أولى، ثم الكرة عند بسام الحميدي، بسام الحميدي وتتقص الكرة هذه تمشي إلى اللاعب بسام الحميدي، مخالفة في التنفيذ اللاعب مكرم، مكرم الحسناوي، مكرم الحسناوي صالح، والهدف، الهدف مباغت، هدف مباغت من اللاعب صالح، هدف مباغت من اللاعب صالح، صالح الفرشيشي شهيرة، صالح بوب، صالح بوب يسجل الهدف الثالث، تصبح 3-1 لفائدة المسيو. وفما مخالفة في وسط الميدان، مخالفة في وسط الميدان، تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدف لفريق MCU أمام فريق جبل الرصاص قبل نهاية المقابلة بقليل. ترجع كرة مباشرة إلى الحارس حمزة الجندوبي، حمزة الجندوبي طويلة وعالية، ضايعة، 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 تمشي ضربة مرمى، ضربة مرمى، ضربة مرمى لفريق MCU،
والحكم يشير الى الوقت المتبقي 4 دقائق. مازالت الكرة طويلة وعالية تمشي ضايعة 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 الكرة الى عباسي. وفما تغيير لفائت مسيو منوبة، فما تغيير في دخول عم ناجي مكان اللاعب مجدي مسمار ومكرم. فما خطأ لفائدة الامسيو يقوم به الحارس حمزة الجندوبي، كانت فرصة سانحة لتسجيل الهدف الرابع، يقوم بخطأ الحارس الجندوبي. وانذار للحارس حمزة الجندوبي على كان يفسخ هدف الرابع، ويتلقى انذار ورقة صفراء للحارس حمزة الجندوبي. تمشي كرة مخالفة في التنفيذ، مكرم الحسناوي في تنفيذ المخالفة، يبحث عن زميل مكرم الحسناوي. ترجع إلى فتحي رباحي وجانبية، كاد يكون الهدف الرابع. الكرة عند الحارس حمزة الجندوبي في التنفيذ، يطلب من زملائه الدخول داخل منطقة العمليات. ترجع الكرة مباشرة إلى فتحي العباسي، وخطأ مخالفة لفائدة جبل الرصاص، وإنذار للاعب، والورقة الحمراء للاعب فتحي الرباحي بعد حصوله على إنذارين، بعد تلقيه إنذارين يخرج له الحكم ورقة حمراء لفتحي الرباحي، ورقة حمراء. ويكمل فريق الامسيو ما تبقى من المقابلة من قسم اللاعب، عالية من فتحي العباسي وتمشي ضربة مرمى تتنفذ مباشرة في اتجاه اللاعب صالح تضيع عليه الكرة، صالح الفرشيشي، وفما خطأ لفائدة فريق جبل الرصاص، يتنفذ من خليل المصباحي إلى الحارس الجندوبي، طلب كرة من محرز طويلة وترجع من الدفاع مخطئ، تمشي كرة إلى الحارس حمزة الجندوبي، طول كرة تمشي مباشرة إلى بسام، يقص كرة هذه إلى مكرم الحسناوي في عكس هجوم، مكرم الحسناوي عنده كرة يمد إلى بسام حميدي يراوغ وترجع تقص الكرة هذه ضايعة، وليد المحمود يقص الكرة هذه تمشي ضربة تماس لفائدة فريق الامسيو في التنفيذ، بسام ينفذ كرة هذه إلى صالح عنده الكرة، وتمشي كرة تقص عكس هجوم إلى فتحي مازلت عنده الكرة إلى وليد المحمودي، إلى محمد الغرايري، ومحرز، وهدف، الهدف الثاني عن طريق اللاعب محرز، محرز زحروش يسجل الهدف الثاني، ممتازة منه، تصبح النتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في أواخر المقابلة، وتتنفذ تمشي إلى عم ناجي طويلة عالية، وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم على نهاية المقابلة بترشح فريق الامسيو على فريق جبل الرصاص، ونهاية المقابلة في أجواء ممتازة وممتازة جدا، 3 أهداف مقابل هدفين، اللاعب صالح سحب الهدف الثالث أمامنا، وهذا الحارس الممتاز حمزة الجندوبي، والامتياز كذلك لفريق جبل الرصاص وفريق منوبة، الامتياز للفريقين بكل صراحة قدمونا مقابلة ممتازة وممتازة جدا، شيخنا فيها كرة فرجة تشويق كل ما هو موجود في كرة القدم، ممتازة من الزوز فرق، نشكرهم على المقابلة الممتازة اللي عدوها لنا في هذا الدور النصف النهائي، ونلتقي في دور النهائي إن شاء الله. وأمامنا اللاعب صالح صاحب الهدف، والحارس برنس تألق في المقابلة هو زميله حمزة، وصالح هداف الدورة بتسجيله الهدف الثالث اليوم.
ونلتقي إن شاء الله في دور نصف النهائي. إن شاء الله.